اشتغلنا عليها ليل نهار يا مولاي. إن شاء الله نكون جهزنا عباية تليق بجلالتك وتليق بسمو الأمير مصطفى. عظيم، أنت وكل الخياطين اللي اشتغلوا بالعباية رح تاخدوا مكافأة كبيرة. الوقفة قدام جنابك هي أكبر مكافأة بالنسبة إلنا. حطوا هالمكتوب بالصندوق وبعتوه لمصطفى. أمرك مولاي السلطان. انت ليش جاي لهون؟ شو وين الرسول؟ سمو الامير جيهانغير هو اللي بعتني لعندك، اجيت لاخذ الصندوق، قال هو كمان عنده هدايا بده يحطهم فيه. ما عندي علم بهالحكي بنوب. سمو الامير امبارح اجى شخصيا لهون، وانت بوقتها ما كنت موجود. عم يحكي مزبوط معلم، امبارح سمو الامير امر بهالشيء، بس نسيت خبرك وقت اجيت. الله يصبرني عليكم وعلى اهمالكم. معلم والله هلكنا ونحن عم نشتغل. طيب نسيت شو ساوي؟ مو مشكلة. فيك تاخده يا اغا. بس دير بالك منيح هالرسالة. ما تاكل هم. خذه بسرعة بلا ما يشكوا فيك. حلوة هالقماشة. دستور سمو الأمير جيهانغير. سمو الأمير؟ حبيت شوف العباية تبع أخي مصطفى. ما خلصتوها لسه؟ خلصت يا سمو الأمير، حتى إن صارت على طريق أماسيا. ما عندك علم بهالشي؟ أجل عندي آغا وقال حضرتك اللي بعدته لأنك بدك تبعت هدايا مع العباية. أنت شو عم تقول؟ أنو آغا؟ أنا ما بعتت لعندكن حدا. يا بني، سمعت بأن أشراف الإمارة ينادونك بالسلطان المستقبلي. لا أريد أن أفكر بأنك راض عن هذا الكلام، لأنك تمتلك التجربة الكافية لتعرف أن هذا الكلام نتائجه وخيمة. احذر جيدا من كلامي ومواقف من حولك. الاحترام والمحبة لهما حدود معينة،
وإن تحقق عكس ذلك وتم تجاوز الحدود فإن هذا الكلام يعطي الجاهل شجاعة لا معنى لها. لا تنسى أبدا بأنني أثق بك ومكانتك في قلبي مختلفة عن الجميع. اجعل كلامي هذا نقشا في عقلك وقلبك ولا تفارق الصراط المستقيم، لأنه الطريق الوحيد الذي من الممكن أن يصل بك إلى النور. ادخل. سلطانة. خير؟ شو صاير؟ سمو الأمير وصلته هدية من جلالة السلطان، طلع خوفك على الفاضي. وشو هالهدية؟ باعت له عباية بتاخد العقل. قلتي عباية؟ وينه مصطفى هلا؟ هو بجناحه سلطانة. مولانا تقبل القصة بحسن نية مزبوط، لأنه بعت لك عباية حلوة، ومع هيك واضح من اللي كاتبه أنه مو كتير مرتاح. ما رح تجربها؟ سلطانة شو صاير؟ بجوز تكون مسمومة. مستحيل يا سلطانة، مولانا هو يلي بعت العباية. طالما هيك القصة البسها انت ورح نعرف اذا كانت مسمومة ولا لا. سلطانة انت كيف تفكري انه مولانا؟ يلا بسرعة البسها لشوف.
سمو الأمير. حضروا حالكم تشالي جالي، رح نروح على العاصمة. القاسم ميرزا أخوه لشاه الفرس طهماس صار على الطريق يا باشا، وحسب ما أمرته رح يروح على قصر أديرنا. بس أنا ما بدي يكون معه أي حدا مفهوم كلامي، وبالأخص عساكره. أوامركم رح تطبق حرفيا يا باشا، انتو كونوا مطمنين. عظيم، عرفوا الوقت اللي رح يصل فيه لأنه رح استقبله شخصيا. وغير هيك بدي عساكرنا بكل مكان رح يمر فيه ويكونوا جاهزين بعتادهم الكامل بدون استثناء. لازم الأمير يفهم أنه جيش الدولة العثمانية مستعد للحرب بكل وقت. بدي إياه يخاف ويرتعب من قوة جيشنا ومن عظمة الدولة العثمانية. حضرة الوزير الأول، قائد البحرية محمد باشا وصل. خليه يفوت. جايب لنا أخبار حلوة إن شاء الله. يا ريت يا جناب الباشا، يا ريت. أدخل. مولاي، حضرة الوزير الأعظم رستم باشا حابب يشوف جلالتك. خليه يفوت. تفضل يا باشا. مولاي، قبل شوي اجتني إخبارية وعم حاول اني اتأكد اذا هي مزبوطة ولا لا. بس شو هالإخبارية؟ سمعت انه الأمير مصطفى ومعه آلاف العساكر هنن هلأ بطريقهم على العاصمة. انت متأكد من اللي عم تقوله؟ لساني ما عم يطاوعني أولى يا مولاي، بس ما في غير تفسير واحد: العصيان. ما بتوقع سمو الأمير يحاول يعمل هيك شيء، بس كل الاحتمالات واردة ولازم ناخذ احتياطاتنا اللازمه. بعت خبر ورا فرحات اغا، تحرك. امرك يا مولاي السلطان. مصطفى صاير شي لعقله؟ شو يعني يجي على العاصمه مع العسكر؟ الظاهر حتى الفهد ما قدر يمنعه. أكيد في ملعوب كبير عم بيدبروا له إياه، يا أما حاطين شي غريب بهداك الصندوق، أو مغيرين رسالة مولانا السلطان. أنا ما عم أقدر أفهم شي بنوم. بتوقف الأمير مصطفى قبل ما يصل على العاصمة، تمنعه يفوت على العاصمة نهائياً، بتقله يرجع على إمارته ويستنى العقوبة اللي أنا رح أصدرها، وإذا أصر ورفض أوامري وكمل طريقه بالقوة وقتها لو شو ما كانت النتائج أصحك تخليه كمل طريقه. أمرك فرمان يا مولاي السلطان. فيك تروح. اسمعني يا رستم، بتخبر قائد البحرية محمد باشا يسيطر على السواحل وكمان يسيطر على قيادة البحرية بنفسه. محمد باشا هو يلي وصل لي الخبر وعطيته المعلومات اللازمة وأخذ احتياطاته. عظيم، بس ما منعرف قديش بيقدر يسيطر على البحرية، وخاصة إنه رجال المرحوم الرئيس خضر مو مرتاحين لوجوده. أنا اللي عم بأمر يا رستم، وإذا سفيني واحدة من البحرية بتتحرك من محلها رح أقطع روس الكل، عم تفهم؟ بدي إياك تخبرني بكل حركة وتفصيل صغيرة بيعمله مصطفى، تحرك لشوف. أمرك جلالة السلطان. لا تخليني أقابل ابني وش لوش يا رب.
بعد سيفي وغضبي عن ابني يا رب يا رب. وإذا شفت طلبي هذا كتير علي وعم تختبرني بخيانة ابني، لا تحرم قلبي من الرحمة يا رب. رستم، مولانا شو كاتب بالمكتوب يلي بعته لأخي مصطفى؟ شو كاتب فيه قلي؟ أنا ما قريت المكتوب يا مريم، بس مبين شو كاتب. مولانا حذره لأنه الأهالي عم يقولوا عنه السلطان المستقبلي، والظاهر أنه سمو الأمير عجبته الفكرة، وهلأ أجت الفرصة لحتى يعمل هذا العصيان. في شي مخبي عني يا رستم؟ مريم، أنا قلت لك كل شي بعرفه، وهلأ عن إذنك في عصيان ولازم وقف بوشه. جهانجير، أنا خايفة، شو رح تكون آخرة هالشغلة؟ رستم باشا ما قال لك شي يا مريم؟ ما قال لك شو كان في جوات الصندوق؟ كان في عباية والمكتوب يلي بعته مولانا، بعدين مو مهم شو كان فيه. ورستم شو بده يعرفه؟ الموضوع هاد بين أخي مصطفى ومولانا السلطان. شو هالحكي الفاضي يلي عم تقولي يا مريم؟ الانكشاريين راحوا لحتى يوقفوا مصطفى، بجوز نلاقي حالنا بحرب دموية وما بنعرف ليش. أخي مصطفى بس يشوف عساكر الجيش الانكشاري رح يغير رأيه، ومستحيل يوقف بوش قرار السلطان. مصطفى مستحيل يتراجع لأنه طلع من إمارته وكسر كل قواعد وقوانين دولتنا العلية. واللي لازم نوقفه هو مولانا. ضروري نعمل هالشي يا مريم من شان مستقبل السلالة. سمو الأمير، للأسف مولانا مو حابب يشوف حدا اليوم. عرف إنه أنا هون كمان؟ We'll be right back.